يعني أعتقد عموما الفصائل المسلحة يعني تعاني من شحة الأهداف الأمريكية التي يمكن أن تستهدفها، استهداف المنطقة الخضراء، السفارة الأمريكية أصبح يعني شبيها بخط أحمر يثير الكثير من ردود الأفعال التي السياسية العراقية التي لا تريد هذه الفصائل أن تتعاطى معها، وربما هناك تفاهم إيراني بعدم استهداف المنطقة الخضراء. المناطق الأخرى التي توجد فيها قوات أمريكية هي قليلة جدا وخارج يعني نطاق عمل فصائل مسلحة، لا تستطيع أن تصل لها بسهولة. إربيل، عين الأسد بعيدة، بلد هي الأقرب، بس لكنه في بلد لا توجد قوات أمريكية، وإنما هناك متعاقدون أمريكيون. لا أعتقد أن هذه الفصائل تتعمد إصابة منتسبين في الجيش العراقي، لأنه هذا يضعف موقفها في العراق. يعني هم يقولون هم جزء من القوات المسلحة العراقية، وفي ذات الوقت يشنون عمليات تؤدي إلى إصابة جنود عراقيين، طبعا إن صح هذا الأمر بشكل دقيق. فلا أعتقد ما حدث ربما كان خطأ، يعني هذه الفصائل يضعف موقفها أكثر إن سقط عراقيون في العمليات المسلحة العسكرية، عمليات القصف التي تقوم بها. طيب.